بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على اشرف خلق الله سيدنا محمد. اليوم هنتكلم على موضوع، على دعوتين اثنين موجودين متداولتين والتعامل بهما كثير ومتعدد، هي دعوه صحه التوقيع ودعوه صحه ونفاذ. اليوم في وجودنا في ساحه القضاء وامام المحاكم نجد ان جميع الافراد يلجؤوا الى دعوه صحه التوقيع. هذه الدعوه لها خطوره. خطورتها فين؟ خطورة دعوة صحة التوقيع أن القاضي لا يبحث موضوع الدعوة وإنما يبحث التوقيع فقط لا غير، وليس قوتها القانونية بالسند التنفيذي. يعني إيه؟ أنا النهارده اشتريت سي أو اشتريت بيت أو اشتريت أي ولد، رفعت دعوة صحة التوقيع ولم يحضر المدعى عليه، أجلت لإعادة الإعلان والجلسة اللي وراها حكمت المحكمة بإثبات صحة. طيب، لكن أنا النهارده لما حد يحب يعترض عليا هيعترض عليا. هذه الدعوة طبقا لنص المادة 45 بتقول ايه؟ لمن بيده مستند. وقال اللي يخشى عليه. إذا النهارده دعوة صحة التوقيع هي دعوة خطيرة. دعوة خطيرة ولا تمس أصل الحق. أما دعوة صحة النفاذ أو دعوة صحة النفاذ كما تعرف فهي دعوة جوهرية. يقوم القاضي ببحث الموضوع، ببحث الموضوع وما تحتويه هذه الدعوة. فإنني أرجح عدم اللجوء الى دعوى صحه التوقيع ان كانت دعوه سهله ومصاريفها قليله، الا انها تحمل في طياتها الكثير الكثير وتخفي من الخطوره التي لا يعلمها الكثير منا. اما دعوى صحه النفاذ فهي تبحث الملكيه واساس الملكيه ولمن تعود هذه الملكيه ويحتج بدعوى صحه ونفاذ. طب السؤال، هل دعوى صحه التوقيع يحتج؟ لكنها ضعيفه، لكنها ضعيفه. لذلك انا دائما اقول نروح لدعوى صحة النفاذ وليس دعوى صحة التوقيع، لأن دعوى صحة النفاذ هي دعوى ذات قوة وصلابة، أما دعوى صحة النفاذ ذات قوة وصلابة، أما دعوى صحة التوقيع ليست ذات قوة وصلابة، ولكن من بيده توقيع لكي يطمئن. أنا مش عايز إن هو يطمئن، أنا عايزك تبحث لي الملكية، أنا عايز اشتريت قطعة أرض أو اشتريت مسكن أو اشتريت كذا، يكون معايا سند ملكية لما أرجع لسجلات المساحة ألاقي الأرض دي مسجلة باسمي، لما أرجع للشهر العقاري ألاقي الأرض دي مسجلة باسمي. إذا هناك خطورة ولابد أن نوعي الكافة القاصي منها والتاني هو أن دعوة صحة التوقيع دعوة ضعيفة، وليس هي موجودة ولكنها دعوة ضعيفة. ولا بد من اللجوء الى دعوى صحه النفاذ وان كانت مكلفه ولكنها لها اهميتها القصوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.